حلقة جديدة من برنامج تفضلوا عندنا. النهاردة أول يوم من أيام العيد، كل سنة وكلنا طيبين وعيد أضحى سعيد يا رب. هنعمل النهاردة فتة عبارة عن بالكبد والكلاوي، كوكتيل كده كبد مع كلاوي، وهنعمل كمان باف باستري بزبدة الفول السوداني مع الشوكولات. تعالوا مع بعض نشوف النهاردة الوصفات هتبقى عاملة ازاي، بس بعد الفاصل. رجعنا تاني بعد الفاصل، تعالوا بقى مع بعض نشوف مكونات فتة النهاردة، اللي هي عبارة عن فتة الكبد مع الكلاوي. عبارة عن عيش بلدي متحمر في الفرن، بس هنعمل له كمان حاجة تانية هنشوفها مع بعض. رز أبيض مستوي، زبادي، المرة دي أنا جايبة كبدة بتلو، يعني قلت أجرب. المرة دي كل سنة بنعمل كبدة ضاني أو كندوز، المرة دي أنا قلت أعملها بتلو. كلاوي شايفين عاملة ازاي، وطماطم مخلية، طماطم متقطعة مكعبات صغننة مع البصل كمان، زبدة، خل عنب، خل أبيض، صلصة طماطم، ثوم مفروم، طماطم مفرومة بس فرم ناعم شوية، ومرقة. أول حاجة هعملها إن أنا هحط الزيت، عشان أول حاجة هعملها هو إن أنا هسوي الكلاوي، عشان هي اللي بتاخد مدة شوية على النار. واحط لها كده فلفل اسود، مع معلقة من الثوم المفروم، بس واحطها كده واسيبها تستوي. اسيبها الاول تتحمر، خلاص هسيبها كده تتحمر. تمام. الخطوه الثانيه اللي هعملها ايه؟ العيش. العيش بقى هعمل فيه ايه؟ هحط له هنا، هحطه كده على النار وهو متحمر، وبعدين هحط معاه ثوم. لا، ممكن احطه في حله احسن عشان اعرف اقلبه من غير ما يقع مني. ايوه كده كويس. هحط له بقى مكعبين زبده مع معلقه ثوم كبيره، انا مش متبلاه خالص، مع فلفل اسود وملح، ملح خفيف عشان لسه هحط له كده مرقه. طبعا لو عندنا مرقه من اللحمه اللي احنا سلقناها هنحطها، مش عندنا ممكن نحط من مرقه اللحمه المكعبات. وبالراحه خالص عشان مش عايزه بس العيش يتكسر قوي، بس هسيبه كده لحد ما احس ان الحله سخنت جدا وهو ابتدى كمان يبقى سخن. نبص كده على الكلاوي، اول ما احس ان لونها كله بقى لون واحد هبتدي احط لها الثوم، وهسيبها تاني عشان تستوي كويس. نجيب بقى دي عشان نعمل فيها الصلصة. انا قلت اعمل الحاجات كلها والكبدة هخليها اخر حاجة، لانها مش هتاخد بالظبط اكتر من 7 دقايق على النار، فعايزة اعمل الصلصة الاول. طيب الصلصه المره دي هعملها بتيست مختلف، يعني يمكن المكونات حاجات احنا بنستخدمها بس الطعم هيبقى مختلف عشان هزود
عليها كذا حاجة. هحط زبدة، وبعدين هحط معلقة ثوم كبيرة مع برضو معلقة من البصل، وايه واسيبه كده يتشوح. هسيبه كده لحد ما يدبل ويتشوح. بص كده على العيش، لسه ما فيش اي حاجه، لسه ما سخنش قوي، حتى الزبده هي لسه ما دابتش. ابتدي بقى دلوقتي احط الثوم. بصوا هما 3 معالق توم كبار قوي، انا قسمتهم عشان بس ما نحطش توم كتير قوي عشان ما يتعبش معدتنا، يعني هما 3 معالق توم كبيره انا قسمتهم. طيب اول ما يبتدي يحمر شويه هقوم حاطه مكعب زبده. انا ما حطيتش مكعب زبده في الاول عشان انا عايزه يطلع لي لون بني كده حلو، فانا هستناه شويه لحد ما يطلع اللون ده، وبعد كده ابتدي احط الزبده عشان الزبده طبعا بتطعمه جدا. طيب هبتدي بقى احط الطماطم دلوقتي. بس واسيبها تدبل شويه. بس هحط لها بقى فلفل اسود. بس عقبال بقى ما الطماطم تدبل كده والكلاوي كمان تستوي نطلع فاصل ونرجع نكمل بقيه وصفه الفته ونعمل كمان الحاجه الحلوه بتاعتنا النهارده. خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل. شايفين الطماطم بقت عامله ازاي؟ طريت خالص خالص. هنبتدي بقى نحط معاها صلصه الطماطم. نحط كده معلقه حلوه. عايزه اقول لكم بصوا احنا جايبين كام نوع طماطم، يعني مكعبات طماطم صغننه وصلصه طماطم وطماطم مفرومه فرم ناعم وطماطم مخليه. الحاجات دي كلها في الاخر لما بتتسبك كده مع بعض كويس قوي، مش عايزه اقول لكم بتدي طعم حلو ازاي. يعني انتوا جربوا الخطوات كده زي ما انا ما بقول لكم، هتدي لكم طعم حلو قوي قوي كمان. هستناها بقى كده تتسبك، ممكن احط معلقه صغننه كمان. واول ما تتسبك اهي ابتدت تغلي، عشان بس ايه هحط لها الطماطم المخليه. واسيبها لحد ما تتسبك. ابص كده بقى على الكلاوي لسه فاضل لها شويه كمان. ابتدي بقى احط الكبده دلوقتي. الزيت سخن جدا فهحط الكبده كده على طول. طيب خلاص كده الطماطم ابتدي بقى احط فيها 3/4 خل العنب و3/4 الخل الابيض، وهسيب كده الشويه دول هحطهم مع الكبد والكلاوي. بس وهسيبها كده لحد ما تتسبك. ابص كده بقى على الكلاوي لسه شويه، شايفين لونها بقى حلو ازاي؟ بس لسه شويه كمان. سيبها كده لحد ما تبرد الطاسه وبعدين ابتدي احطها. طيب الزبادي بقى
هبتدي احط له بقى بابريكا وفلفل اسود وبودره بصل، ومش هحط توم عشان انا اصلا هحط توم فريش، والخبطهم كده. بس اجيب بقى اللي هبتدي اغرف فيه عشان يبقى فاضلي بس الكبده لحد ما تستوي. هو بص كده على العيش، تمام. العيش بقى فاضله ان انا هحط له المرقه هنا. بس واسيبها كده شويه. هبتدي احط الثوم والفلفل الاسود هنا كمان زي اللي عملته في الكلاوي، هعمله في الكبده بالظبط. والملح هحطه بس كمان شويه بس، وهسيبها خالص لحد ما تتحمر. عايزه اقول لكم ريحتها جميله جدا جدا جدا. بس هبتدي بقى هنا احط مكعب الزبده، واحط كمان البصل. واحط هنا بقيه خل العنب الابيض مع الاحمر. العيش ده اصلا من كتر ما هو بيبقى طعمه يعني تيستي جدا، يتاكل ني كده بعد، بالذات لما حطيت عليه المرقه كمان. انا بس مستنيه كل الزبده اللي فيه تسيح خالص. شايفين بقى الكبده استوت ازاي ومتحمره، يعني بقت هايله جدا. هي كده خلاص استوت، نحط لها بقى مكعب الزبده زي ما احنا عملنا للكلاوي بالظبط، ونقلبه كده لحد ما ايه، لحد ما تسيح. واقوم حاطه كده كله على بعضه. وهقلبها. بس هحط لها معلقه ليمون، معلقه كبيره من الليمون. تمام. ومعلقه كده، مش عايزاها تغير لونها بس عايزاها تديها طعم كده. بس خلاص كده اغسل ايدي بقى عشان نشوف هنعمل الحاجه الحلوه ازاي. بصوا بقى الحاجه الحلوه اللي معانا النهارده عباره عن دي الشوكولاته الملونه اللي بتبقى في اكياس صفراء وبني، بيبقى في منها بالسوداني وفي منها ساده، انا جايبه الساده. دي زبده فول سوداني، الشوكولاته اللي هي اللي بتبقى قابله للدهن اللي احنا بنعمل بيها السندوتشات. اشيل بس كده الاسترتش، هنحطها عشان ما تنشفش. ودي عجينة باف باستري انا قسماها نصين، وده البايركس اللي احنا هنعمل فيه. طيب اول حاجة هعملها ان انا هجيب بولة كده واحط فيها زبدة الفول السوداني مع الشوكولاتة بتاعتي، وخلي بالكم الاتنين تقال فهيبقوا جامدين شوية واحنا بنلخبطهم على بعض.
ولو هي تقيلة عليكي طبعا انا مش هقول هو، لان هي هتبقى بالنسبة للرجالة سهلة هما بيلفوها. انا مثلا واحدة من الناس الحاجة اللي بتبقى تقيلة قوي بتبقى صعبة لما بلفها. ممكن نسيحها على النار شوية، انا هنا عشان مطلعاها وقت طويل من التلاجة فهتبقى اسهل شوية. طيب هقعد كده الخبطهم كده على بعض. هجيب بقى كده العجينة واحاول افردها، بتبقى مقاس الصينية اللي انا هحطها. يعني لو لازم معاكم قوي ممكن تحطوا دقيق، بس انا شايفة انها كويسة. ابتدي بقى افردها كده بايدي. مش هتبقى مسكرة قوي لان زبدة الفول السوداني حادقة، والشوكولاتة دي بتبقى فيها بتبقى معسلة شوية، فهيعملوا مع بعض بالانس حلو قوي. هبتدي افرد الجزء التاني، وممكن على فكرة لو دي صعب عليكم تجيبوها شرايح وتلزقوها في بعض. كنت مرة عملتها بس حادقة، بتبقى برضو سهلة. يعني بس هدخلها الفرن بقى تستوي، وبعدين هنشوف هنعمل ايه تاني. هنجيب طبق الفتة بتاعنا الكبير بتاع الضيوف. وهنبتدي بقى نحط فيه العيش اللي خلاص هو اصلا طري شوية من المرقة، مش عايزينه يبقى طري قوي. عملناه ازاي؟ حمرناه عادي في الفرن من غير ولا توم ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجة، حطينا عليه بس شوية زيت ودخلناه الفرن. بعد كده حطيناه في حلة سخنة وحطينا معاه زبده وملح وفلفل وتوم، وسبناه لحد ما يتحمر تاني شويه، وبعدين حطينا عليه شويه مرقه لحد ما طري وبقى بالشكل ده. نحط بقى كده، لا ممكن احط زبادي الاول وبعدين احط الصلصة، ولا احط صلصة الاول وبعدين زبادي؟ نحط صلصة الاول بعدين زبادي. نحط زبادي
بعدين نحط الرز. الرز عايزاه مستوي قوي، يبقى طري جدا. احنا ممكن نعمل الحركة دي ونقدمها على طول، وممكن نحطه في بايركس للفرن وندخلها الفرن تاني لو حابين تاخد وش، بس انا بحبها كده يعني، بحب احطه كله على بعضه. ممكن احط نبتدي بقى نحط الكبدة مع الكلاوي والصوص بتاعها بالطريقه دي. يعني حبيت المره دي اعمل لكم فته مختلفه عن فته اللحمه اللي بنعملها على طول، وهعمل كمان فته لحمه بس برضو هعملها بطريقه جديده ان شاء الله تعجبكم. طيب هبتدي بقى احط كده بقيت الزبادي المتبل. ممكن نلخبط بقيه الصلصه كده مع الزبادي طالما فيه لسه شويه صلصه. يبقى لونها بينك كده، لطيفة جدا على فكرة صلصة بالزبادي. بس ونرش كده رشة كزبرة خضراء. وكده يبقى خلصنا النهاردة طبق الفتة بتاعنا اللي هو ميكس الكبد بالكلاوي مع الزبدة والصلصة. نطلع بقى الباباستر من الفرن. شايفين؟ هي دي بس عشان اللي فوق كانت صغننة شوية بس مش مهم. بس وهطفي على الفرن وادخلها، يعني هطفي على الفرن كده وادخلها. عايزاها بس ايه تسيح شويه. هطلع بقى البايركس اللي فيه الحاجه الحلوه. خلاص كده هي ساحت خالص، هتبقى لطيفة قوي لو كلنا معاها كمان آيس كريم. نحطها كده بقى. النهاردة عملنا ايه؟ النهاردة عملنا باباستري بالشوكولا وزبدة الفول السوداني، وحطينا عليها الشوكولاته الملونه اللي انت شايفينها ودخلناها الفرن، وعملنا كمان فته ميكس كلاوي مع الكبد بصوص الزبادي مع صلصه الطماطم.
يا رب تكون الوصفات عجبتكم النهارده، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.